حماق حماق مع البندير ديالو داك ولدك. تيليشارجيتو من جوجل بلاي. شنو اسمو؟ سميتو امير. عندك ولدك اسمو امير وتينا شفتينا بعدا. صافي كانت هاد الوقيله غدير لطبيب
واه تحكم فيه دابا شوف قدر غير تحكم فيه هو تهد ليه ولا شي حاجه ولا الماء ولا تبكي هو جيجي قيم الصباح صالي توضيتي بعدا خصني نتوضى حط هذاك البندير ليه هذا الناس ناعسين حط هذاك البندير شكون شعبك عندي شو جابك عحينا يا صغيري شو ضيعتك عندينا يا صغيري شدي اسم كبير جهدي كلمة ماذا قلت حبيبي ماذا قلت شو سينا بعد طيب سيدي اسم قلت وحيت من تفكر شو قلت هنا مش مشكلة أرى تبقين أرى قل لي شنو دعمتي اليوم أنا شوية يعني شوية عملت عيدة مايا هو هو مايا ها ماشي معايا ماشي معايا يا ويلي خلطيني مشاعر ما عرفتش واش نبكي واش نضحك واش نتعصب هاديك هاديك صافي رجعتي لدي الدار هاديك اجي ندوش اجي ندوش لك ما بارد لوطا تشمي قصحتيني يا عبد الغافر شو مالي لوطا تشمي شكون انا انا عرفت شحال هادو اسمها وانا كنزغزك أربعة وأربعة وأربعة أربعة وأربعة ثمانية وأربعة طناش وأربعة ثمنتاش في عارفة وزائد ما حضرش شكوتينا بعد مني أيوة يا ودي حبيبي
وي ميني كتا وي هي جات لك حليب واش جبتو لي لك ماشي ليلو شكون تينا انا انا هذيك اللي شفت باش نصطح معاك شي خطراكس انا ماشي طراكس انا تراواي تراواي انا البوراق شرب الحليب شنو البوراق من بعد نشرح شرب شنو هذا حليبه السم هذاك اللي كنت حول لك وشي تيم فرفر هذاك ما تجيش السم ما تحاسبتيش معاهم ومراتي كنت تحاسب معاها تحت امك شرب الحليب شرب الحليب ارخى مني امتي امتي انتي جاك العسل اللي تاني عارفه انتي شكون الناس ابو الكوتشيش مع كل شيء واشرب عم قسمكم تلا ويا شوية اول ولي مرحبا بلاتنا الاولاني شوف شكاعدة هذا السم لا هو ما السم يا خسر سمي شكرتينا كتأمن بالله وانا اقسم بالله ما عملت لك السم شكرتينا انا يسرى يسرى عبد للاسف شرب للاسف ويسرى عبد شكون ويا للاسف وشكون انا يسرى وتينا عبد وللاسف شكون للاسف هو الوضع اللي حنايا فيه شرب شكون هو الوضع شكون هو 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 انا اللي في الحليب هو هنا راه تشربوا يبان لك الوضع انا ما خصنيش الوضع سميها خليك كضحكني ولكن في نفس الوقت انا كنشوفك وندخل فيك بالراس ما تخلعي على المجاز قول لي شكات اقسم بالله ما نهرق لك نزرق لمك عينك انايا فهمتي ولا ريح تيمي صاحو هوش مكرد هوش مكرد حتى مخيب ولا لا؟ لا حتى نزرق البوك عيني كان هيا صبر صاب الحليب فيش الريحة ما بغيت فوش السم ايش صاب الحليب عافك ما بيتش انا عافك شكون تينا؟ انا مازالي في الطبق خلعني شو غنخلع فيك؟ تينا ماجي اصلا نخلوع يا ربي حبيبي يا ربي واش هاد الليله لعبوا كره لعبوا كره لا تسكت لعبوا كره لعبوا كره انو جي سوي تري تريست او مريضه بزاف وراسي كيحرقني او الدرسانه دات عليا وجنابي دخل فيهم الريح السلام عليكم عليكم السلام المهدي المهدي لاباس بخير المهدي في السبيطار سبيطار اش نقول لك راه راجلي جنب الدار جدك نضربك انا راجلي جنب الدار وجا كيكركر بوحدو كركر قالت لي راه ما نعرف ياكل يكون كلام معجون شكون هو وكي معيت منا انا صحابي في الاول غير كيضحك ولكن شفتو داكشي ديالو طوال وبغيت انا نطيح يشرب الحليب شي باش يتقي ولا شي حاجه ما كرهتش نجيبو نطوي من تما كاين شي واحد تما اللي ينفعني هاد الحاله سبق لها جات عندكم وصافي مشكله دابا فين هو الطاكسي اللي غادي يطلع فيه هذا غادي نفتح له الباب عيطو من هنا يخرج من الليل وصافي هو ينقز ويشطح تخاف عليا ربي في الزنقة لا لا ماشي في وعي لا 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 أول مرة كنشوفو هيدا دابا طالعة 4 سنين واش والله خستيتو راه فاز 30 عام وصعيب على عقلو باش مدش لا لا ما كنظنش شي واحد من صحابو عملالو ما كنظنش لا أنا صحابو كنعرفهم ما هو مصاحبش مع شي واحدين يفرحو كان بيهم كبارين وعقلهم وفيهم متزوجين زيديني عشقا زيديني يا أخلا تبدوبي في عيني صافي الله يرحم والديك خلي يقولوا تسنى لي في الباب صافي زيداني عشقا زيداني ولكن دابا انا هنايا ما عندي أحلى نوبات جنوني زيداني 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 صافي الله يرحم والديك يا سلامات صافي الله يرحم والديك 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 صافي الله يرح
بالبار والكرابينا اجبتيها في بالي يا ولدي في بالي يا العرس ديالي ايوا المهم اخوتي ان شاء الله يكون عجبكم المقلب والمقلب كتكركر جبل الله تما عجنت والله الا كتكركر مني تك زعما جبل الله تما عجنت بصح عجنتي المخ ديالي المهم ياك شوف لك ملي تبتو لك قولوا لي في كومونتير واش التمثيل ديالي كان كبير كتبان الناس اخبارك ياك يلا السلام عليكم عوش.